الشعب العماني الوفي اللي كان ولا زال واقف وقفة كبيرة مع أهلنا في غزة، اليوم من خلال منصة واحدة فقط، منصة بيل أند بي التابعة لشركة أونيك، اليوم نسلم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية مبلغ 700,000 ريال عماني بعد ما سلمناهم الفترة الماضية 1,000,000 ريال عماني. رغم التحديات اللي واجهها العالم في عملية إيصال هذه المساعدات لأهلنا في غزة، اللي إحنا عندنا أمل بأن الأوضاع بإذن الله بتهدأ وبأن هذه التبرعات فعلا بتصل لأهلنا في غزة. كنا ولا زلنا واقفين، وبإذن الله بنكمل دعمنا لهم إلين تفرج بإذن الله تعالى. طبعا أشكركم جميعا على جهودكم، ويشرفني باسمكم جميعا أسلم هذا الشيك إلى الأخوة في الهيئة، وبإذن الله تعالى تصل إلى مستحقيها في الوقت والمكان المناسب بإذن الله تعالى. شكرا المكرم الدكتور راشد على هذا الاجتهاد وعلى هذا الشيك وعلى هذا الخدمة، وإن شاء الله بإذن الله سيصل إلى مستحقي في غزة عندما تستقر الأوقات الحالية يعني، وبيوصل لإعادة أعمار هذه البلد المنكوب بإذن الله عز وجل. شكرا.